ونذهب إلى أسرار البيوت. اليوم موضوعنا هو خصام الأزواج اللي هو طبيعي إذا كان ضمن النطاق العادي، ماكو أزواج ما يتخاصمون، لكن المشكلة هي من يكون هناك تجاوز الحدود الطبيعية والانتقال إلى خصام حقيقي يقوم الطرفان فيه بتوجيه الإهانات التي لا يمكن تجاوزها ويؤدي إلى حدوث مشاكل حقيقية وتنتهي قد تنتهي بالطلاق. هذا الموضوع حول هذا الموضوع مراسلنا جمال بدران أعد لنا هذا التقرير، وكنا نتمنى لو كان الدكتور أو الدكتورة حاضرة اليوم، لكن مثل ما قلت لكم في البداية يعني تم الاعتذار في اللحظات الأخيرة بسبب المطر. إذن نشاهد هذا التقرير من إعداد زميلنا جمال البدران. صديقي وكان حبه الأبدي، بل كان حبهما حكاية البلد. كان صديقي وكان حبه الأبدي، بل كان حبهما حكاية البلد. واستغرب الناس كيف القصة انقلبت إلى خصام، إلى هجر، إلى نكد. خصام الأزواج شر لا بد منه، يأخذ كل من الزوج والزوجة موقفا يتلبس بحالته ويفرض الضغط على طريقته لساعات أو لأيام أو لأسابيع طويلة. ولكن من بدأ الخصام ومن الأكثر تضررا منه؟ كي يدوم هذا الخصام وماذا بعده؟ مر الزمان تغيرت. الخصام بين الأزواج كان عنوان استطلاعنا الذي توزعت أوصافه ما بين العتاب والعناد والعقاب، أو ورقة ضغط على الأعصاب لأي من الطرفين. هي مرات يعني المرأة ومرات الرجل، فهي حسب الظروف. يعني شوف، احتمال المرأة يعني صادف عليها ظروف أن تتحجج على الرجل، أو مثلا الرجل صادف الظروف يتحجج على المرأة، فلازم واحد يتحمل الآخر. في قراءة للاستطلاع تبين أن نسبة 38% من السيدات اللواتي قلنا أنهن بدأن عادة بخصام الطرف الآخر هي دليل على أن معظم السيدات سريعات الغضب ويعتقدن أن الرجال يغضبونهن. الزوج لأنه هو يعني حسب معاملته هي المرأة، إذا كان زينة تكون المرأة أحسن بعد من عنده. أما نسبة 28% التي تشير إلى أن الطرف الآخر أي الرجل هو مفتعل للخصام، ذلك يعني أن السيدات مرتبطات برجال سريعي الغضب. أنا أقول هو الرجال إذا عصب يصير مشاكل، يعني ما يتلافها. في حين تحملت نسبة 34% من المجموعة التي تحملت مع الشريك مسؤولية بدء الخصام. وما شرط، أكو خلافات تبدي من الرجل، أكو خلافات تبدي من المرأة. ويرى مختصون أن فترات الخصام إذا تراوحت بين ساعات أو ساعات قليلة هي مؤشر على أن التسامح ما زال هو السيد في البيوت. أما بالنسبة للواتي يتخاصمن لمدة أيام، هن بالضرورة من الأسر التي تحتاج إلى تبني ثقافة الحوار الفعال. المطلوب بهالحالة هذه من الزوج والزوجة أنه يتلافون هذه المشاكل ويحلوها بأسرع ما يمكن. أما الشريحة التي يدوم خصامها لأسابيع أو أشهر، فإن ذلك ينذر بكارثة الطلاق لتلك الشريحة. أطلق يدي يا سيدي القاضي. يعني بيناتهم ما يحاولون يطورون المشكلة أكبر وأكبر، وتصل يجوز تصل حد الطلاق إذا عدم تفاهم بين الزوج والزوجة. وفي نهاية الاستطلاع يجد غالبية المتخاصمين أن عقب ذلك الخصام لا يشعر به سوى الشريكان، وهذا دليل على وجود تفاهم
حتى في أوقات الخصام. لظهيرة الجمعة جمال البدراني. أثار الزعل، أثار الزعل، أثار الزعل حلو بشكل، كل يوم راح أزعل، ليلة أمس مثل الملك تراضيني والدلال، سمعتني من أحلى الغزل، أهدتني جمرات القبل، ليلة ولا بشهر.